السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده جاي اعمل لكم صينية هريسة الذرة. في بلاد بتقول عليها بسيسة، فاحنا هنا في اسكندرية بنقول عليها هريسة الذرة. انا حاطة كوباية وربع دقيق ذرة وكوباية الا ربع دقيق، ماشي حبايبي؟ يعني يعتبر هما كوبايتين الا ربع، كلهم المقادير كلها كوبايتين الا ربع، ماشي؟ او كوبايتين يعتبر. دي كوبايه سكر، ماشي، ودي كوبايه لبن. وهنا في العجان حطيت 3 بيضات ومعلقه سمنه وربع كوبايه زيت، يعني يعتبر ايه، نص كوبايه زيت ومعاها معلقه سمنه بلدي، ماشي حبايبي. والفانيليا طبعا، وحطيت حبه خل عشان الخل بيبقى ماده رافعه، ماشي. هنا انا نخلة على الدقيق، باكو بيكنج باودر، ماشي حبايبي. وطبعا انا دهنا الصينيه سمنه. خليكم معايا يا حبايبي، وان شاء الله اي حاجه نكون بنزلها لكم تكون بتفيدكم وتكونوا بتستفادوا مني، ويكون شرح وصل لكم والمعلومه بتوصل لكم تستفادوا مني. ما تنسونيش بدعوه حلوه، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتذكروا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، واذكروني بدعوه حلوه حبايبي في الكومنتات. استنوني هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، هنا اديني اهو شغاله بضرب البيض والسمنه والزيت، وحطيت كوبايه السكر وحطيت نقطه الخل فانا والفانيليا، فانا هخليهم بس يتجانسوا كلهم مع بعض كده، وان شاء الله لما اجي انزل بالدقيق واللبن هوريه لكم. خليكم معايا. بص حبايبي، انا نزلت الدقيق اهو زي ما انتم شايفين، ما حطيتش اللبن كله، بحط حبه بحبه لحد ما اشوف العجينه معايا هتبقى عامله ايه. طبعا مشغلاها على السرعه الواطيه عشان بس ما بقاش عامله لكم دوشه بالعجان. صلوا على رسول الله يا حبايبي، وما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي، وربنا يصلح حالنا وحالكم. خليكم معايا. بص حبايبي، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش حتى كوبايه اللبن اللي انا حطيتها، وزي ما انتم شايفين هو ده القوام بتاعها. هنزلها في الصينيه واخليكم معايا، هوريها لكم بعد ما احطها في الصينيه ان شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي. اهي حبيبي، خلصت اهي صينيه هريسه الذره. ان شاء الله لما تطلع من الفرن هوريها لكم. بس ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك، حطوا اللايك يا حبايبي، وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب اكون منفعه ليكم ولغيركم، ويكون بتستفادوا مني وبيوصل لكم مني اي معلومه بتكونوا بتعرفوا، يعني بكون بقدر اوصلها لكم يا حبايبي. سلام مؤقت يا حبايبي، لما تطلع من الفرن ان شاء الله هبقى اوريها لكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا رجعت لكم تاني اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي كيكة الذرة، بصوا هشة ازاي، بصوا شايفين يا حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله. يا رب تكون اي حاجة بعملها تكون بتنفعكم وبتستنفعوا مني باي حاجة بنزلها، وتكون بتستفادوا حبايبي. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. يا ربنا يجعلني نفع ليكم ولغيركم. وما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتحطوا وتعملوا مشاركة في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتسموا وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.